راديو ستارز راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز is a smile. What I need is a love. What I need is a girl like you. What I need are your eyes. What I need are your words, gentle words that say I love you. مرحبا من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز بلوس أنجلوس. اليوم تحديدا حبينا نقدم حلقة خاصة لروح الراحل سامي كلارك. اليوم الأحد 20 شباط 2022 غمض ليجند سينجر سامي كلارك عيونه ورحل من هالدنيا يلي فيها كتير أوجاع. غمض عيونه بعمر 73 سنة بمستشفى القديس جورجيوس ببيروت. صحيح أنه كان عم بيعاني من مشاكل صحية بالسنوات الأخيرة وخضع لجراحة القلب المفتوح عام 2019، وكان حابب يترك المستشفى ليرجع على بيته ويكون مع زوجته شيلة وأولاده سامي جونيور وساندرا، ولكن مشيئة ربنا هي الأقوى. بدل ما يسلك طريق بيته سلك طريق السماء ووصل عند يسوع.
عم نسمع أغنية الفنان الراحل سامي كلارك تتذكري، ما رح ننساك لنتذكرك، أنت بالبال وبقلب كل محبينك. تتذكري تتذكري كيف كنت تجي وتلاقيني كنزي حمرا وعوينات سود ناطر ابقى وخوف بلا حدود. تتذكري تتذكري كيف أول مرة ندهتيني من بين أصحابي نقيتيني سفرتيني بعينيك السود. تتذكري تتذكري يما نسيت الماضي اللي كان. تتذكري ولا صرنا خلف النسيان. تتذكري تتذكري والدنيا غامرها الصقيل. انتي إلي ما تسألي شتي ويمرق ربيع. صرت بإيدي كل الدنيا صارت إلو. كل انتهى حول الدنيا ما عادت حلوي ملوني. حزني معي كيف ما أمشي عم يكبر معي كل سنة. سامي كلارك، أنت فنان عظيم، إنسان رائع. تواصلت معك من حوالي 3 أسابيع، حكينا، طلبت منك مقابلة، قلت لي شوي تعبان بس حاسس حالي أحسن، رح كون معك بالله راد بمنتصف شهر أدار. ما نطرت، يسوع طلب تكون حده. يسوع بياخد فقط لأشخاص المهمة، أشخاص منيحة، أشخاص قلبهم صافي مليان بسلام وإيمان. أنت منهم، الله يرحمك. يمرق شدي ويمرق ربي. أكيد رح نتابع برنامجنا لليوم، ومثل ما لاحظتوا زميل الإذاعي صائر ربعيني هو معي، وأنا وياه رح نتشارك بالبرنامج اليوم. مرحبا صائر، وأهلا وسهلا فيك. بونسوار ستيسي، بونسوار لكل المستمعين ومشاهدي راديو ستارز.
ذات النجوم اللبنانية. كنا نتمنى يكون البداية بحلقة كلها فرح وكلها ابتسامة، ولكن شاءت الظروف أنه نبدأ الحلقة بوداع راحل كبير من لبنان نفتخر فيه كلبنانية وكعرب، هو الراحل سامي كلارك. مسيكم أعزائي المستمعين وأعزائي المشاهدين، وستيسي يعطيك ألف عافية. شكراً، الله يعافيك بصقر. مثل ما منعرف نحن كنا رح نبدأ برنامج فيه فرح وفيه سعادة، ولكن نعم. رحيل الفنان الكبير سامي كلارك أثر على الكل، ونحن منهم أكيد. يمكن هو رحل بالجسد ولكن موجود بالروح. إذا بدنا نحكي عن الفنان سامي كلارك أكتر ونعرف الناس أكتر، ما أنه هو كان معروف مش بحاجة نعرف المشاهدين والمستمعين أكتر. أنا قلت بمقدمتي هو قطع بصحة بعملية قلب مفتوح عفوا، وكان حاسس حاله عم بيتحسن وكان حابب أكتر، وقال لي قديه متحمس يترك المستشفى، ولكن أنا ما قدرت حقق هذا الحلم أقدر حاوره يلي كان موعدنا بمنتصف شهر أدار. يمكن ما قدر يقاوم، يسوع بده إياه، مثل ما قالت يسوع بياخد فقط الأشخاص المنيحة يلي قلبهم مليان محبة وحب وسلام وعطاء وإيمان يلي كان هو منهم. شو حابب تقول عن الفنان الكبير سامي كلارك؟ تفضل صقر. مثل ما تفضلت ستيسي إنه نحن عم نعطيه جزء من حقه للراحل الكبير سامي كلارك، شو ما حكينا عنه ما منه في حقه. مثل ما نعرف الراحل الكبير سامي كلارك هو مطرب من أعظم مطربي ومغني لبنان والعالم العربي، اشتهر بصوته الأوبرالي وتميز فيه عن باقي غيره، حتى ألحانه كانت مميزة جدا. أكثر من هيك يعني يميزه للراحل سامي كلارك هو غنائه بالعديد من اللهجات العربية العالمية، إضافة للعربية منها الروسية الألمانية الإيطالية الفرنسية وغيرها من اللغات، يعني منعجز عن نوصف نعطيها جزء من حقه لهذا الفنان الكبير. يعني حتى غنى باللغة الأرمنية، بيقولوا قدي اللغة الأرمنية صعبة وحدا يقدر يتقنها مظبوط، وهو غنى باللغة الأرمنية وبكل اللغات اللي حضرتك ذكرتها. قدي صعب يعني إنسان يقدر يتعلم كل هاللغات ويغنيها بطريقة صح يتقنها صح. هو فنان بكل معنى الكلمة، يعني مثل ما قلت حضرتك صوت أوبيرالي يلي بسياق الحلقة أكيد رح نحكي عن صوته أكتر، رح نحكي عن فنه. في عنا ثلاث مداخلات هاتفية، أولهم مع المايسترو أستاذ عبدو منذر، ثم الفنان بيتي برانس، وختاما مع الفنان اللبناني شامل غسان سالم يلي رح يحكوا طبعا عن الفنان الراحل سامي كلارك. قدي صعب نقول فنان الراحل، بنحسه بعده كأنه موجود، كلنا فقدنا أشخاص منحبهم بحياتنا، منحسهم هن بجسد مش موجودين، ولكن بالروح وين ما نحن ننوجد هن بيكونوا موجودين معنا. بتوافقني الرأي؟ صحيح 100%. وللأسف يعني بحس أنه بالعالم العربي أو بلبنان بالأخص هالفنانين الكبار ما عم ياخدوا حقهم بحياتهم، ولكن مجرد ما يرحلوا عنا الإذاعات بتتذكرهم، جرائد بتتذكرهم، نحن ما نسيناه. أنا شخصياً ما نسيته، أنا معي عطول سداء بالسيارة للرعيل القديم منهم الأستاذ سامي كلارك، منهم بيتي برانس يلي بحبه كثير، الأستاذ غسان سالم. فلازم نحن نعطي لمحة بسيطة قبل ما يروح الفنان ونكرمه. نحن كنت حضرتك بدك تكرمي الشهر بشهر أذار، ولكن شئت الظروف هيك. فإن شاء الله يا رب يكون أعطينا جزء من حقه، أو رح نعطي الليلة بها الحلقة جزء من حقه عليك. على أمل رح نكفي لنسمع الأغنية والدقيقة، المايسترو أستاذ عبدو منذر بيكون معنا على الهواء. فتح المطار، فارهي مش عافي بكل اللي صار.
يعني بنسمع وبنستمتع بهالأغاني الجميلة اللي قدمها الفنان الراحل سامي كلارك. برجع بقول قدام نلاقي صعب نقول الفنان الراحل سامي كلارك لأنه هو فعلا موجود بالروح ورح يبقى دايما موجود بقلب كل محبينه ومتابعينه. أنا وعدتكم خلال الحلقة يكون في مداخلات هاتفية من فنانين وأصدقاء مقربين جدا من الفنان، أنا بسميه legend singer أستاذ سامي كلارك، وصار اتصال جاهز مع المايسترو اللبناني عبدو منذر صاحب مسيرة فنية عريقة بارع بمزج اللحنين الشرقي والغربي يلي شاغل منصب رئيس الساسم من عام 2009 لغاية 2012 ومساهم مع الفنان الراحل سامي كلارك والأمير الصغير بإنشاء فرقة The Golden Age. مرحبا أستاذ عبدو. مرحبا، يعطيك العافية استاذي. Thank you. شكرا، الله يعافيك استاذ عبدو، بعزيك وبعزي كل الفنانين والأصدقاء المقربين ومحبين استاذ سامي كلارك، وبعرف قديه هذا الخبر مؤلم على الكل. أنا بعزيكم وبعزي لبنان والعالم العربي حتى كل العالم بفقيدنا الكبير سامي، الصوت الرخم، الصوت العظيم، الصوت اللي بيشبه كل شيء فيه عظماء غنوا بالتاريخ، من توم جونز لانجلبرت هامبردينغ لفرانك سيناترا وغيرهم. منعزيكم وأنا بعزي حالي كمان، منعزي عائلته الصغيرة مدامته وابنه وبنته، إن شاء الله ما حدا بيسيبه أي مكروه. أمين يا رب. أستاذ عبدو، بعرف حضرتك قدي كنت مقرب من أستاذ سامي كلارك، وخاصة يعني بآخر فترة أسستوا فرقة The Golden Age وقدمتوا كتير من الحفلات على مسارح لبنان والعالم العربي والعالم. خلينا نحكي بالأول عن معرفتك بأستاذ سامي كلارك، كيف تعرفتوا على بعض وكيف خلقت The Golden Age؟ هلا أنا بعرف سامي من سنة 78، لما كنا سوا ببرنامج كان يعرض على إذاعة صوت لبنان، وهو برنامج للهواة من إعداده وتقديمه، أنا كنت رئيس الفرقة، وهو برنامج للهواة كنت أنا وياه وشخصين تانيين باللجنة التحكيمية. تعرفي بأيامها ما كانش فيه لا سيلولر ولا كان فيه نتورك ولا كان فيها المواضيع كلها، كانوا يجوا على استوديو بعلبك يسجلوا الهوات وبعدين ننقي منهم ويطلعوا ساعتها المنتج ويطلعوا على الهواء. من وقتها بلشت علاقتي أنا وسامي. هلا بعدين اتطورت، كان عنده عمل جمعية سميها جمعية نيو لبنان، طعنا بالحالات الاجتماعية والمساعدات وإلى ما هنالك، وكان بالحرب تحت القصف وتحت الضرب، تعرفي لا البلديات قادرين يهتموا بالناس ولا حتى الدولة كان بالها، كانت أيام حرب وأزايق. فعمل هالجمعية كنا من وقت لوقت نحن ننظف الشوارع، يعني مئات من الشباب حتى آلاف من الشباب والصبايا قدر أنه، وتابعت ساعتها أنا مسيرتي أنا وسامي كمان، كان يروح على المناطق وعلى المدارس بعض الأحيان، كنت روح معه أعزف معه بالحفلات ويعلم كان النشيد الوطني اللبناني. يعني سامي كلارك كان وطني وإنساني واجتماعي أكثر ما هو فنان، خلينا نضوي كمان على هذه النقطة. صحيح. منا هيني أبدا. صحيح، يعني قدي في قدي في إشياء ما كنا عم نعرفها وعم نعرفها من حضرتك. من بعدها تطورت الصداقة أكيد، يعني تحول الفن إلى صداقة مع مرور السنوات، صح؟ صحيح صحيح صحيح، سفرنا عدة سفرات سوا وعملنا عدة أغاني سوا إلى أن بال 2010 سنة 2010 أسسنا The Trio The Golden Age اللي كنت عم تحكي عنه، أنا وياه والبتي برانس. شوفي هادي كنا بنقابة الفنانين المحترفين، كان في عنا احتفال وهيك خطر ببالي أنا فكرة، ليش ما منتجمع نحنا الثلاثة منغني ثلاثتنا أجنبي
وثلاثتنا منغني شرقي وعربي لأنه بتعرفي هذه الميزة مش موجودة عند الفنانين كلهم، يعني في منهم بيغنوا هيك منهم بيغنوا هيك. وبوقتها كان دارج بلش يدرج بالحفلات والمهرجانات استقبال فنانين أكتر من فنان واحد، يعني بغض النظر عن مثلا كاظم الساهر أو ماجد الرومي بيعملوا حفلة لحالهم، بس كان بلش يدرج مثلا ثلاث فنانين مع بعض، رابح صقر مع نجوى كرم مع عرفت علي، صحيح. هيك شغلات من هالنوع. ففكرت بهالمشروع وعرضت عليهم للبتي ولسامي هيدي الفكرة، كتير رحبوا فيها ودرسنا للموضوع وقعدنا باستوديو عندي صرنا نعمل الريبرتوار، وهيدي بتسوى هيدي ما بتسوى، هيدي خارج نغنية هي مش خارج نغنية، بتعرفي لحتى نغربي للريبرتوار يكون يلبق لكل الأجواء. صحيح. وهيك اللي صار. وأصواتكم الثلاثة اجتمعت وقدمتوا حفلات رائعة، يعني ما أنه فقط عم بحكي بلبنان بوطن العربي، بل عملتوا جولات يعني عالمية وقدمتوا سوا. صحيح. استاذ عبدو، امتين التقيت آخر مرة بالراحل استاذ ساني كلار؟ آخر مرة التقيت بسامي قبل بشهر، كنا مجتمعين سوا وبعدين كان عادي يعني طبيعي، ما أبدا حس شيء. هو لأن من سنتين ونص سكر فالف عنده، صح. وعمل عملية قلب مفتوح، صحيح. فهلأ لما عودته من شي ثلاث جماع قبل ما توفى فات على المستشفى، أنا ما عرفت لبعد أسبوعين لحكيتني مدامته و اتصلت فيه عدة مرات وكان ممنوع انه نشوفه لانه كان بالسوء انتنسيف، ما قدرت شفته الا يعني اخر مرة من شهر. للأسف كنت حابب اني شوفه يطلع من المستشفى مش يبقى بالمستشفى. حكيتوا باخر حديث عن امور فنية ومشاريع مستقبلية ولا اكتفيت فقط تطمن عن صحته؟ لا نحنا ما كان وارد ابدا انه ما يطلع من المستشفى، حكينا بمواضيع فنيه ومشاريع، كان عندنا برنامج بدنا نعمله بالكازينو دوليبا، مشروع كتير كبير وعنده انتاج كتير عالي، وخصوصا هلا يعني الكورونا الجائحه هذه اللي ذبحت الناس هالسنتين ثلاثه بلشت تخف، فبلشنا نحضر نحنا لهذا المهرجان، شغلة كتير كبيرة كانت بدها تكون، وكنا بدنا نحب انه يكون معنا غير فنانين حتى لحتى نقدر نبلش نعيد هيك احياء المنطقة واحياء الناس حتى تطلع من هالجو الحزين اللي مش معروف شو هو. وكان عندنا مشاريع كمان على غير بلاد عربية، بلشنا هيك ناخد اتصالات وبلشنا نحجز حالنا لمشاريع تانية، للأسف أنه يعني كسرنا كسرة كتير كبيرة سامي، وذبحنا ذبح مثل ما بقولوا بغيابه وبفقدانه، صحيح. والعالم كله فقدوا لهالفنان الكبير. صحيح، كان عنده كتير مشاريع، وأنا من الأشخاص كنت عم بتحضر وقت حكيته قال لي أنا حاسس حالي منيح وبس لأظهر من المستشفى رح نعمل هالمقابلة، كان موعدنا بمنتصف شهر أذار المقبل ولكن فارق الحياة وما قدرت أستضيفه. رح نبقى نسمع أغاني أكيد لأنه روحه رح تبقى موجودة اليوم. قبل ما أعطي الكلمة للزميل يلي موجود معي صقر بعيني يلي رح يطرح سؤاله على حضرتك، شو بتقله لسامي كلارك؟ شوفي أنا بقله لسامي ما وقفت المسيرة تبعيتك هون، نحن بكل حفلاتنا وبكل سهراتنا رح نضل نغني أغانيك ورح نضل نستذكرك يعني جلساتك الحلوة وسهراتك المهضومة. سامي كان عنده هيك خفة دم كتير حلوة وكنا نمزح ونضحك بسهراتنا، بتعرف بيمروا علينا كتير خبريات بالحفلات وبالسهرات، صحيح. بس نرجع تاني نهار نلتقي منخبر عنهم هيك منبسط يعني منغير جو مثل ما بقولوا. فأنا بقوله إنه بوعده إنه بكل حفلاتنا وسهراتنا رح بضل سامي كلارك موجود معنا بإذن الله ونضل نغني له أغانيه.
بإذن الله. إذا بدي أطلب من حضرتك بتختم بكلمة بتنبع من صميم قلبك غير الرسالة اللي وجهت له إياها لأستاذ سامي كلارك، الله يرحمه ويطول بعمرك إن شاء الله، كيف تختم هالحوار القصيد على أمل يكون في عنا لقاءات إذاعية بالأفراح إن شاء الله؟ بإذن الله. أنا بتشكرك أول شيء على هالمقابلة وعلى اللقاء الحلو، شكرا لإلكم. وأنا من قلبي بطلب من ربنا أنه يعطيهم الصحة لهالفنانين كلهم ويتجمعوا وما يكون في أي ضغينة وحقد بهالدومين الفني. وبتمنى أنه الشعوب كلها العربية بالأخص أنه يشتغلوا على حالهم ويتعلموا موسيقى، لأنه الموسيقى بتهذب الروح بتهذب الفكر. صحيح، يسلم تمك وإن شاء الله بتسلم، والله يرحم سامي كلارك وتعيش وإن شاء الله يا رب الله يطول بعمرك. المايسترو عبدو منذر، شكرا لوقتك الثمين. شكرا إن شاء الله بنحكي بالأفراح، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا شكرا. That song he used to sing, that lovely folk I do remember, where I had an old of mid-December. استمتع بالأغاني الجميلة يلي بتبقى وما رح تموت أبدا مثل روح وهي باقية للليجند سينجر سامي كلارك. من بعد مداخل الهاتفية من المايسترو أستاذ عبدو المنذر، هناك أيضا مداخل هاتفية من نجم يلي بدأت نجوميته بالثمانينات والتسعينات ولغاية اليوم اشتهر باللون اللبناني الشعبي وغنى أيضا بسبع لغات أجنبية. شكل مع المايسترو أستاذ عبدو منذر والراحل أستاذ سامي كلارك فرقة The Golden Age، وقدموا سوا حفلات بلبنان بعالم العربي وأكيد بالعالم. حان الوقت لتلقى الاتصال وجاهز بوتي برينس معنا النجم. مرحبا وأهلا وسهلا فيك. مرحبا، أهلا وسهلا فيك، أهلا فيك في لوس أنجلوس بالترمين هوني. نعم، أول شيء بعزيك وبعزي كل الفنانين يلي خسروا شخص عزيز على قلبنا مثل صاحب الصوت الأسطوري سامي كلارك. بعزيك بوتي برينس، شكرا لأنه كرمال روح سامي كلارك حبيت تكون طبعا. يعني اشتارة كبيرة سامي كلارك، يعني تفاجأنا بموته سريعة كانت كثير وصدمة كبيرة لكل أنا بعرفه من 50 سنة. أنا بعرفه من 1972 بعرفه، كنت أنا صغير بعدني عم غني بتلفزيون لبنان بشو بيقولوا فعل يعني. ألو؟ نعم عم بسمعك، تفضل. عم غني بمسابقة يعني للهواة، وهو كان عمره 25 سنة، هو أكبر مني 10 سنين. نعم. وقرب لعندي وقال لي صوته كثير حلو وكمل هيك وشجعني. وراحت القصة ل 78 التقينا سوا كمان في جالاس كونتي سويت، وكان أنا عم بقول لك يا عم بصدق حتى أوفر عليك شوية أسئلة. ال 79 بس طلعت الأول بلبنان. المهرجان الأغنية في عدة 30 واحد كمان وطلعت مرتبة أولى. كانت مسألة لبنان بـ 80 بألمانيا، فجائزة أفضل
اداء اغنيه وهيدا شرف كبير لي. سامي كان على طول مواكبني يعني. وراحت الايام عم تضغري من محل لمحل لاوصل للجولدن ايج ب 2010. ألفنا فريق الجولدن ايج انا وسامي كلارك وحسيت عبد المنذر مايسترو. و12 سنه قضيناها سوا ما خلينا يعني برمنا لبنان ودول عربيه طلعنا لبرا وعملنا اهم الحفلات رجعنا. صحيح يعني بفهم من حضرتك تحول الفن الى صداقه واخوه حتى على مدى السنوات الطويله 100%. يعني صار في سيارات نحن عائلتنا وعائلته وبين مدامته ومدامتي ويعني صداقه عميقه. يعني صدقيني انا هلا صار لي اربع ايام من حد الصبح ميت 5:30 قلت لي مدامته اول واحد انا الساعه 6 يعني فجأت وصدمت صراحه وبكيت عليه دغري. يعني ما في عبالك قديش تعلين عليه. صح. وقضيناها احد اثنين ثلاثه اربع اليوم الاربع عتعازي وتعفي صحافي عالميه. صح. حتى حكيني بمصر وحكوني من ابو ظبي يعني ما هدينا لهلا. بس صدقيني زلمي عالمي زلمي ادمي. هذا الصفه الحلوه فيه انه زلمي ادمي ما جرح بحياته اي فنان وما سب ولا وشتم ولا فنان. كان كل عمره مسالم لبق مودست يعني متواضع. و يعني شو ما اقول لك عنه عنده صفات حلوة. سامي دعانو سامي خسارة كتير كبيرة لكلنا. امتين اخر مرة التقيت فيه بيتي برانس؟ صراحة التقيت فيه من قبل ما يفوت على المستشفى تلقوه بالعراق. كنا بسوا بحلقة تلفزيونية مع الـ LBC عندنا تلفزيون LBC مع كارل حداد. طلعنا سوا وقتها فجلنا سوا حتى أنا وياه ساعة بالكوليس عم نحكي شو ما نعمل بالمستقبل يعني شو ما نعمل شو كيري يعني شو كذا. لأنه كان في فترة كوفيد عرفت انت كوفيد قعدتنا شوي بالبيت وبعد العالم عن بعضها حتى الفن بلبنان وقف. كنا عم نحضر لمشروع كبير كمان لكل هول جماعة الزمن الجميل. يعني كنا نعمل حفلة كبيرة بالصالة الشفرة بكازينو لبنان. يعني في لك مين مثل هوني حنا جوزيف حضار إليش ميري بيتي برانس أنا حضرتي تواضع سامي كلارك عبد الموز. يعني هول الزمن الجميل يعني العالم وكبتهم. هلا في ناس قلوا هالعالم وخسرناهم بس هول اللي بقيوا. دمج انه كمان سامي للاسف ما قدرتوا تحققوا حلم سامي كلارك. اليوم هو بعد روحه موجوده. شو بتقول شو بتقول له سامي كلارك؟ وين تركنا فليت كان بعد في قاطي العالم كله بتحبك صدى صوتك يضلوا في راسنا. انت بتعرفي قضينا ايام نغني يومك يومك يعني شو بدي احبك يعني اشتغلي فرسية عبر عن مدى. كنا نمزح كثير مع بعض كنا نعمل نكت مع بعض شوي بتعرفي نعمل شوي جو هيك كثير. زلمه بلا صغيره بكل الفنانين زلمه كثير مهم كثير ادوكيتد أهم شيء كمان ورتب يعني شو الصفات حلوة بدك إياها موجودة يعانك سامي هيك يعانك. صحيح. يمكن ببداية حلقتي أنا قلت يسوع فقط بياخذ الأشخاص يلي قلوبهم مليانة محبة وإيمان وصلاة. هو كان هيك لذلك صار عنده. وقلت ببداية كمان حلقتي بدل ما يسلك طريق بيته ليروح ويسير مع عائلته للأسف سلك طريق السماء ولكن هو بمكان جميل جدا. صحيح.
بيتي برانس، شكرا لهالمداخلة الهاتفية، على أمل اتصالاتنا الجاية وحواراتنا الجاية يكون في مقابلة مع حضرتك نحكي عن أعمالك الفنية، نحكي عن الفرح، نحكي عن السعادة إن شاء الله بإذن الله. ميرسي بوكو، ميرسي، ثانك يو فيري ماتش. اهلا وسهلا، شكرا لك، وان شاء الله بتسلم. لكل المستمعين عندك بلوس. اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله بتسلم وبقيه بحياتكم. يا هلا، اهلا وسهلا، باي باي. مساكين تغني لاجلنا، تغني الطيور لحداد ونجار لتاجر صار. نحن عم نسمع أغاني جميلة ونحن وأكيد عم نكون على الهواء مباشرة، ولكن صار إذا بدنا نحكي أكثر عن الفنان سامي كلارك، شو بتحب تقول وشو عندك بعد تحكي عنه؟ تفضل. للصراحة ضيوفك مميزين جدا، وبين أدهني بحبوه للراحل سامي كلارك وأدهني وفيدين كثير لإله. يلي بحب أقوله وضيفه عن الراحل سامي كلارك، هو برصيده 712 أغنية اتنوعت ما بين العربي والأجنبي والأوبرالي وكافة أنواع الغناء الخليجي. مثلا كان عنده غنية بالخليجي، فكان صوته يقدر يعطي كل اللهجات كل أنواع الطرب. هذا شيء ميزة مميزة بصوته للراحل سامي كلارك. صحيح. من أغنية بحب أذكر على سبيل المثال، بتتذكري الأغنية اللي سمعناها بأول البروغرام اللي كانت حلوة كتير؟ وعنده كمان أمي تنور يا صبية، آه الأيام، وطني، أغاني وطنية اللي كتير حلوة بالنسبة لأغاني أطفال. كمان عنده أغاني حلوة كتير للأطفال، وإضافة تانية اللي شيء مهم كتير اللي كان يطلع نابع من قلبه من جوا هو أغاني الصلاة. صحيح. اللي كان يرميها بكل تسمعي شو بتروحي لعالم تاني بطريقة أدائه لهالنوع من الأغاني. صحيح، يعني عم نحكي عن فنان عنده 712 أغنية وبكل اللهجات، قدي صعبة فعلا. يعني وقت عم نقول legend singer هو فعلا legend وبيبقى legend. كتار صحيح. من المستمعين والمشاهدين يمكن ما بيعرفوا انطلاقة وبدايته كيف كانت. انطلق ببداية مسيرته الفنان الراحل سامي كلارك بالأغنية الغربية، ونجح بتحقيق شهرة خاصة بفضل تعاونه مع المؤلف الموسيقي الراحل استاذ ياسر الرحباني، تحية لروحه أيضا، يلي منحه فرصة المشاركة بمهرجانات عالمية عديدة، وأثمر التعاون بيناتهم أعمال لاقت نجاح، خاصة أغنية موري موري باللغة الإنجليزية يلي لغاية اليوم بعدها منسمعه، والفنان غسان سالم رجع هو جددها وغنيها، يلي رح نسمعها أكيد بالحلقة من بعد ما نتلقى الاتصال منه. يعني قديه صعب الفنان يكون هالقد عنده كم هائل من الأغاني بلغات مختلفة؟ صار كتير صعب، واللي بيميزه كمان أكتر وأكتر كل أغاني ناجحة، ما عنده غنية مثلا ممكن هيدي ما بسمعها هيدي ما بسمعها. كل أغنية إلى طابع خاص، إلى نكهة خاصة. صح. بتخلينا نسمعها مرات ومرات عديدة. يعني بتمنى ضيوفك الكرام يرجعوا يجددوا هالأغاني بأصواتهم أو بأصوات مطربين كمان مشان نسمعهم كمان أكتر وأكتر. صحيح، خلينا نستمتع بالأغنية ومنرجع أنا وياك منطلع مشاهدينا ومستمعينا بعد لحظات. لازم اقرا شوية تعليقات. تنوس كريستي من كندا بتقول بونجور، اهلا وسهلا بونجور. ساركيس تحيات ساركيس كيرمينيكيان العراقي من غلندل لوس انجلوس، اهلا وسهلا. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفسيح جناته ويا رب. تعزينا لكم ساركيس، شكرا. باتينا خرط بتقول هلو ستيسي، بشكرك على هالحلقة المميزة وهالصوت الفريد من نوعه، حنية وجمال. صح. كريستي بتقول الله يرحمه.
سندي ساركيسيان بتقول هاي ستيسي تانكيو على هالحلقة المميزة لروح الفنان الكبير سامي كلارك الله يرحمه نفسه بالسماء. وبونسوار لزميلك صقر بعيني. تانكيو ستيسي لهالبرنامج الحلو ولهالحلقة المميزة. بتقول كارين بيلافيان الله يرحمه ويكون نفسه بالسماء. ذكرياتنا الكبيرة بألحانه وأغاني المميزة صحيحة. شوشيكة من لبنان بتقول good evening good evening إليك. باتينا حرات بتقول ما عنده غنية بشعة رهيب ديعانو. فعلا ديعانو. أنا غزاروسيان بتقول respect to Radio Stars for remembering losing our singer Sammy Clark. صح. تحية لسيلفيانا أبي حيدر لكيفورك ماتوسيان لأمال سبيريدون لسيلفيانا أبو حيدر. وتحية طبعا للفنان اللبناني شامل غسان سالم عم يتابعنا رح يكون معنا طبعا بعد شوي. أيضا تحيتنا لليفون ميلكونيان. ليفون ميلكونيان خبرني كان عنده ديسكوتيك بلبنان والراحل كان يزوره. خلينا نستمتع بهالصوت وهالأغنية الجميلة ونرجع منكون أنا وصقر معكم. شبابك ضريبي يدفع من عمره السنين وطني كان في خير كان في كون كان في طير وطني عاش الدمي وطني صار في نار صار في خوف صار في دار. كل يلي عم بيشكرنا لأن عم نعمل حلقة خاصة عم نقدم حلقة خاصة لروح الليجند سينجر سامي كلارك قليل اللي عم نعمله لأنه فعلاً بيستاهل. أنا وزميل الإذاعي صقر البعيني يلي رح يطل قريباً بحلقة خاصة لقله وببرنامج خاص لقله قريباً أكيد نعطي تفاصيله لاحقاً لأنه اليوم حلقتنا فقط للليجند سينجر سامي كلارك. صقر يعني سامي كلارك مش بس اشتهر بالأغاني يلي عم نسمعها هلأ كمان اشتهر ب مسلسل كرتوني جراندايزر وجزيرة الكنز إذا بتتذكرون هودي كانوا عأيامك. يعني لحقتهم أنا بس قد ما كانوا مشهورين سمعتهم كتير ورجعت عدتهم وسمعتهم جراندايزر جزيرة الكنز مذكرتي هودي محفورين بتاريخ لبنان. كيف بتقولي غنت فيروز بحبك يا لبنان جراندايزر هي تيتر بتصور لسامي كلارك قد ما غنوها مطربين عالميين ولكن أنجح كان سامي كلارك بهذه الأغنية. يعني انتشاره كان قوي لسامي كلارك بالعالم العربي لأنه بدأ من وقت غنائه ووقت مثل ما قلت شارات مسلسلات كرتونية حققت نجاح بالثمانينات وما زلت لغاية اليوم. يعني كل ما بنسمع جراندايزر بنقول واو جراندايزر يعني الكبير سامي كلارك عم بيقدمه. وكمان مثل ما قلت جزيرة الكنز أيضا معروف هو بصوته الشجن والقوي. صح. حتى كمان الراحل سامي كلارك كان عنده أغاني لتترات مسلسلات لبنانية للكاتب الكبير مروان نجار كمان. والتتر اللي غناه أعطى كتير كمان دفع للمسلسل. العالم صارت تسمع عن المسلسل تسمع التتر لأنه قد ما التتر معبر وصوته كان هادر وواصل لل لوجدان اللبنانيين. صحيح. هل حضرتك من الأشخاص كان يسمع أغاني مثل ما قلت بالسيارة بتسمعهم ولكن هل عطول كنت تسمعهم ولا فقط ضمن المشاوير يلي كنت تتنقل فيها بسيارتك؟ لا أنا يعني أنا بحب إجمالا بحب الشيء القديم. نعم. إجمالا بشكل عام. نعم.
سامي كلارك من الأشخاص المميزين اللي بحب اسمعهم أغاني موري موري قومي تنقرص يا صبية اللي كلها فرح وكلها بهجة. صح. تحسي حتى بالسهرات لحديت هلأ أي مطرب جديد صاعد بدي يغني قومي تنقرص يا صبية لأنه أغنية خطت الحدود. صح. منا بس محصورة بثمن سامي كلارك أغنية خطت أتمنى هلأ لأزمان جاي رح تضليها مميزة فعلا. يعني هيدا الأغنية تحديدا رجع غنيها وجددها الفنان غسان سالم يلي بعد شوي كمان رح يكون في مداخلة هاتفية ورح نحكي عن عن سامي كلارك، رح نحكي عن كيف كان كانت صداقتهم وكيف إجا تلبى الدعوة والتوقيع ألبومه وتفاصيل كتير أكيد رح نسمعها خلال مقابلتنا. خلينا نكمل نسمع الأغنية وبنرجع نحكي عن الفنان الراحل وبنرجع نتلقى الاتصال من الفنان غسان سالمة. أنا تعود على هنا تلقاني لنا مكان هاني يا بعيد المزار يا صديقي سأعيش وعمري بكاوى 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 وين بدو يروح بيرجع يا بيت بالليل المالو بيت. عم نتابع حلقة خاصة لروح الرحيل سامي كلارك مثل ما عم تشوفوا بزاوية الشاشة أيضا في صورته، وحتى حبينا ديكور اليوم يكون أسود وأبيض. سيلفيان أبو حيدر بتقول ديعانو بكير كتير. صح. ليفو ميلكونيا ماي جود فريند سامي كلارك 1978 فيري جود بيرسون الله يرحمه. سامي كلارك توب 10 سونغ وات اي نيد ليبانيز راديو. خلف المدى والصدى مسموع. فينا نرجع الفيديو بتسمعوا الأغنية إذا بتحبوا. فيا برد وجوع قالوا للسهر بالمدينة تشاهدوا الفيديو. What I need, what I need is a smile. What I need is a love. What I need is a girl like you. What I need are your eyes. لأنه المشاهدين الكل عفوا لفوق الكل ذكر الأغنية. حبينا نرجع نعيد الفيديو اللي شفناه. My dream.
is a love. What I need is a girl like you. What I need are your arms. What I need are your charms. What I need is an universe of you. قدي جميل هالفيديو قدي أداءه حلو قدي صوته قدي هالأغنية معبرة يلي سمعناها سوا ورينيد يعني قدي صعب إنسان يغني بذات الطبقة بذات صوت الصوت قوي يا صقر إن كان بالعربي إن كان بالأجنبي يعني فعلا وقت نقول legend singer he is a legend singer 100% حتى لاحظي بالفيديو اللي نعرض من شوي قدي في عنده إحساس نعم صحيح قدي إحساسه حالي يعني قليل ما تلاقي مطرب عربي أو عالم عنده هيدا الإحساس عايش تغنية عم بغنية رهيب صحيح رح نسمع أغنية ومن بعدها أكيد بتلقى الاتصال من الفنان غسان سالم سامي رحتي لوين سامي خليكي هون عم صرخ بهالليل بشوارع الليل مين قال غيب مين قال رحل رحل بالجسد فقط رح تبقى أغاني سامي كلارك بالصدارة دايما رح نضل نسمعها جيل يلي قبلنا تابع فنه ونحن عم نتابع وجيل الجاي رح يضل يتابع أغانيه وأعماله الفنية الراقية تمي 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 خليكي هون فكري يوم الأرض يوم اللي سوا مشي دخل سامي كلارك المستشفى من شهر وكان تحت المراقبة اليومية من الأطباء ليل نهار كان عم بيستعد لمغادرة المستشفى لأنه صحته تحسنت هو كان فرحان لأنه رح يترك المستشفى ويرجع على بيته وكان قادر يمشي وكان كل شيء طبيعي ولكن فجأة صباح يوم الأحد تعبوا رواياه وتعبوا المي بمي عفوا وفارق الحياة رحل عند يسوع بالجسد ولكن بقي معنا بروحه بصوته وبفنه الجميل عنا أيضا مداخلة هاتفية مثل ما قلت من فنان اللبناني شامل غسان سالم مرحبا غسان مرحبا يا هلا بعزيك وإن شاء الله بتسلم وبعزي كل الفنانين وكل الشعب اللبناني وأنا كمان مثلك وبعزي أهله ومرته وابنه وبنته يعني شو بده يحكي الواحد عن شخص مثل سامي كلارك العالم بتعرف شغله لسامي كلارك
بتعرف نجاحاته العالمية وجوائزه العالمية يلي أخذها بمهرجانات كتيرة، بيعرفوا أغنياته اللبنانية اللي أخذت صدى كتير كبير وبعدها لليوم، بيعرفوا نشاطاته بالحقل الوطني لأنه كمان سامي كلارك عنده حوالي 70 أغنية وطنية ومارش عسكري. صح. بس الناس ما بيعرفوا سامي كلارك الإنسان. سامي كلارك الإنسان، وهالشي عم بحكيه مش لأنه تركنا، عم بحكيه لأنه هو حقيقة. سامي كلارك الإنسان هو إنسان طيب لأقصى درجة، آدمي، أخلاق عالية، وهيدا هو الفنان المزبوط. لأنه الفن بدون أخلاق بطل فن. وللأسف قديش في فنانين بيطلقوا على حالهم لقب فنانين بس هن والفن منهم براء. الفن بيساوي أخلاق، وسامي كان كتلة من الأخلاق والذوق واللياقة بتعامله مع الناس عموما ومع زملائه الفنانين. يعني ما بيتعود هذا الإنسان. إضافة لكل هودي، ما بدي طول عليك، الناس ما بتعرف أنه سامي كلارك كان فاعل خير وكان عضو بجمعية خيرية، مسؤول بجمعية خيرية بلبنان ليساعد الفقراء والعايزين. إنسان معطاء كريم، كان همه قد ما بيقدر أنه يساعد الناس اللي بحاجة لمساعدة. بقى شوفي هالصفات كلها المجموعة بهالإنسان، إن كان فنية وإن كان أخلاقية وإن كان إنسانية وإن كان كإنسان مهذب وجنتلمان. صحيح، في معرفة شخصية بينك وبين أستاذ سامي كلارك. أو بتذكر وقت كان عندك توقيع ألبوم ووجهت له انفيتاسيون ليكون موجود وينوجد، وفعلا لبى الدعوة ونوجد. وقت شفته لسامي كلارك موجود بهالحفل توقيع ألبومك، شو حكيته؟ شو قالك؟ شو نصحك؟ هل حكيته عن الفن؟ يعني خلينا نعرف تفاصيل منك يلي ناس ما بتعرفها. تخبري كيف دعيته أول شيء. نعم. من أغنياته الناجحة أغنية موري موري. نعم. يلي كانت طلعت الأولى بمهرجان للأغنية بألمانيا، يلي كانت من كتابة جاس فرح ومن ألحان الكبير الكبير راح كمان ياسر رحباني، وحصدوا وقتها الجائزة الأولى عالميا بمهرجان عالمي للأغنية العالمية بألمانيا. أنا حبيت بالألبوم الثاني يلي اسمه الياسر رحباني يقدم غسان سالم 2، حبيت أنه جدد هيدي الأغنية وحولها من أغنية باللغة الإنجليزية لأغنية باللغة باللهجة اللبنانية. الناس ما بتعرف أنه دايما الأغنية بنقابة الساسام، هيدي النقابة العالمية للمؤلفين والملحنين. الساسام هي نقابة عالمية لكل المؤلفين والملحنين بالعالم. اللحن بيضل ملك الملحن لو كان الملحن باعه لأحد المغنيين. ومع هيدا يعني كان فيي اني جددها مع استاذ الياس استاذ جاد بدون ما ارجع لاستاذ سامي. بس انا لياقه اتصلت فيه وقلت له حابب اخذ اذنك، حابين نجدد اغنيه موري باللهجه اللبنانيه. ما بتتصوري قديش كان مرحب وقديش كان مشجع ودعالي بالتوفيق وقال لي اكيد بنبسط اسمع بصوتك باللهجه اللبنانيه. شوفي قديشه طيب وقديشه وبدون تردد، يعني جواب كان فورا. وبوقتها دعوته على حفل إطلاق الألبوم الثاني بكازينو لبنان، ولبى الدعوة هو ومرته وابنه وبنته، وإجا لعندي وتبوسنا وأخذ الألبومات وشجعني كتير. وحتى من بعد الحفلة طلع على المسرح وقال غسان سالم أكتر فنان الجنتلمان أنا بعرفه. يعني شو بده يحكي الواحد؟ ما هو الإناء ينضح بما فيه. صحيح. هو قال عني الجنتلمان لأنه هو الجنتلمان. شو بدي قلك يعني؟ ما بتتخيل قديش مهذب، ما بتتخيل قديش لطيف بالحوار بالتعاطي بالمعاملة. يضي عنك يا سامي عن جد، يلي مثله قليل كتير كتير قليل.
للأسف بيغادرونا الناس الطيبة وبيرحلوا من هالدنيا، ولكن الأعمال يلي بتبقى. وقت بدك تغني أغنية موري، هل أخذت برأيه؟ هل هو الدخل أو عطى رأيه، ولا حضرتك حطيت بصمتك الخاصة وحبيت تقدم هالأغنية؟ لا، أنا أخذت إذنه، مع أنه أنا قانونياً مش بحاجة إني أخذ إذنه لما بدي جدد أغنية مع الملحن الأساسي تبعها. مثل ما قلت لك، الأغنية بتضل ملك الملحن لو كان باعها لمطرب أو لاثنين أو لثلاثة. كان فيي أنا ما أخذ إذنه، بس أنا لايقة لأني بحبه لأني بحترمه حبيت أعطيه خبر وأسأله، وكان جداً مرحب وبشكل فوري. اشتغلنا الأغنية وقدمناها، ومن بعدها قال لي شابوبا، حب كتير الشغل، حب التوزيع الجديد اللي عمله الفنان جاد الرحباني، وحب كتير أدائي. وهو كان مرحب قبله، قال لي ما عندي شك وعندي ثقة كاملة انه رح تطلع كتير حلوة طالما بصوتك ومن شغل استوديو الرحباني. يعني شو بدي اقول لك. وهلأ كنت مفكر انا بتحضيراتي الجديدة للألبوم الرابع بإذن الله مع أستاذ الياس وأستاذ جاد، لأنه أستاذ الياس بالنسبة لإلي ما تركنا بعده بيناتنا بروحه وبأعماله. اتصل، كنت مفكر اتصل بأستاذ سامي وقل له حابين نجدد، قومي تنرقص يا صبر، ولكن تركنا وفل. بس أنا مبسوط أنه هو فل على مطرح أنظف وأنقى وأحلى، لا في وجع ولا في زعل ولا في تعتير مثل اللي عم بتعيشه العالم اليوم بسبب أزمة كورونا، وخاصة المشاكل الكبيرة اللي عم بعيشها الشعب اللبناني. صحيح غسان، أنا ببداية حلقتي قلت غمض عيونه ورحل من هالدنيا مليئة بالناس الحسودة الحقودة والمأزية والشر مسيطر، ما في إيمان عند الناس، ما في سلام، بيفكروا فقط يأذوا الآخرين. هلا صار هو بمكان رائع، بمكان كتير هادي، وأكيد رح يستمتع بحياته الجديدة بقرب يسوع. وحضرتك بجوار الرب أكيد. نعم. حضرتك وللأسف نعم برضو تفضل. لا تفضل. وللأسف أنه الناس الحقودة والشريرة صارت منتشرة بكل القطاعات، بين الفنانين وبين الإعلاميين وبين السياسيين طبعا بلبنان، وبين كل قطاعات العالم، يعني مش محصورة بإطار واحد. أنت إعلامية وبتعرفي قديش في إعلاميين حسودين وشريرين بنفسيتهم، بيتعاطوا بخبسنة وبيحكوا بالقفا، ونفس الشيء بعض الفنانين طبعا أنا مش عم عمم، وطبعا سياسيين لبنان الأشرار يلي وصلوا البلد لهالمطرح البشع اللي وصلنا عليه للأسف. لذلك منقول رحل إلى مكان جميل يلي نحن موجودين فيه. صحيح نحن كمان بأمريكا عم نعيش حياتنا مرتاحين، ولكن بضل في ألم الغربة، منضل نشتاق لوطننا لتراب بلدنا يلي خلقنا فيه وترعرعنا فيه، هذا البلد الجميل يلي هن طائم الفاسد عم بجرب ينزعوا، ولكن لابد ما يكون في نهاية، لأنه كل بداية إلى نهايتها. أكيد أنا بآمن أنه لا الأيام البشعة بتدوم ولا الأيام الحلوة بتدوم، ولبنان غص من عنهم رغم أنفهم لسياسيين لبنان من 40 سنة لليوم، من ضمنهم المسؤولين حالياً، رغم أنوفهم كلهم رح يرجع منارة الشرق الأوسط بالفن وبالثقافة وبالطب وبالعلم وبكل شيء حلو، لأنه هيدا لبنان رسالته هيك، نشر الرقي والفن والإبداع وين ما كان بالعالم. والدليل على كلامي أنه اللبنانيين بكل دول العالم بكافة القطاعات هن أسياد وهن ملوك. صحيح. إن كان بتصميم الأزياء، إن كان بالفن، إن كان بالطب، إن كان بالعلم، بكل المجالات. صحيح كلامك غسان. أنا كنت حابة حورك من فترة، ولكن حضرتك قلت عم بحضر ألبوم بس يكون في كل شيء جاهز بنحكي عنه يلي هيدا هو الصح، ولكن وقت أحكيتك وقلت لك في حلقة ويلي حضرتك كمان شاركتني بالفكرة، بشكرك غسان، ما ترددت دغري قلت نعم بكون على الهوى، حابب اطلع واحكي عن سامي كلارك الإنسان قبل الفنان، وهيدا يلي قبل شوي سمعناه منك.
أكيد. وأنا بصراحة كان عبالي أعمل ديو أنا وياه، طبعا هو أستاذي هو أكبر مني، بس كنت حابب أعمل ديو، ولكن ظروف البلد بعدتنا. ومع أنه كنا نحكي مع بعضنا دايما، تعرفوا يمكن اللبنانية بالعالم أو مش لبنانية كمان يلي عم بيسمعونا بيعرفوا قدي مرقنا بظروف الثورة والكورونا والوضع الاقتصادي. صح. خلتني اهدى عن الموضوع شوي. انا كان بنيتي اول شيء احكي لاخذ اذنه انه نجدد اغنية قومي تنرقص يا صبية، وتاني شيء احكي له عبالي كتير اعمل ديو انا وياك، ولكن ما قدرنا نعمل هيدا الشيء لانه تركنا وفل. صح. انا بعزيك غسان سالم، بعزي كل محبينه، كل الناس يلي بيتابعوا فنه، وطبعا بعزي عيلته ست شيلة وولاده توينز سامي جونيور وساندرا، على أمل هيدي تكون خاتمة أحزانهم، وعلى أمل بلقاءاتنا الأخرى أنا وياك غسان نحكي عن الأعمال الفرحة، ونحكي عن لبنان قدي سعيد وقدي لبنان تخطى المصاعب يلي أنتوا عم تعيشوا فيها بإذن الله. وأنا كمان بدي أتمنى لك كل النجاح بهالإذاعة الحلوة يلي أسستيها بالتعب، ويلي بعتبرها شقفة مني وبتعنيلي وبتخصني. نجاحك واضح، إقبال الناس على سماع راديو ستارز واضح. شكرا. وأنا بشرفني أنه صوتي يرافق المستمعين كل يوم خلال 24 ساعة. صحيح، شرف لألنا كمان. كل أغانيك وصوتك البروموسيون والجينجل يلي حضرتك قدمته، شكرا لكل الأعمال يلي بتقدمها إن كانت فنية إن كان فقط فويس أوفر، لأنه كلنا منشوف حالنا بفنان مثلك. كل المستمعين والمشاهدين بيعرفوك كفنان. أنا هون بدي أحكي عن غسان سالم الإنسان، قلبه مليان محبة وسلام إيمان، بيسامح الشخص، ما بيعطي أهمية شو بينحكى حواليه، لأنه هو بيعرف حاله إنسان شريف وفنان بكل معنى الكلمة، بيملك صوت جميل وأخلاق جميلة. شكرا غسان سالم. وقبل ما نسمع بشكرك من كل قلبي، خجلتيني أكثر ما بستاهل. لا، هيدي الحقيقة لازم تنقال. قبل ما نسمع أغنية موري بصوتك، إذا بدي أطلب منك تحكي لساني كلارك، شو بتقله بختام حديثنا؟ سامي حبيبي الله معك، وإلى اللقاء، لأنه كلنا رح نرجع نلتقى يوما ما. قد ما فيك ضلك صلي للبنان، لأنه لبنان كتير موجوع هلأ وبحاجة لصلاة الموتى والعايشين. الله يكتر من أمثالك على الأرض يا سامي، وضلك حكي مع ربنا وذكره بلبنان، لأنه طبعا هو مش ناسيه، بس أنت صار عنا مثل سفير أو ملاك بالسماء يذكر رب السماوات انه في بلد موجوع وشعبه كتير مخنوق اسمه لبنان. امين يا رب، ما اجمل كلامك، وان شاء الله كلنا نصلي سوا وصلواتنا تكون مستجابة. واخر شيء، ما بدي جاملك، عم بحكي الحقيقة ومن قلبي، لبنان بيتشرف بإعلامية لبنانية مثلك فتحت إزاعة بلوس أنجلوس كاليفورنيا، وهمة انها تنشر الفن اللبناني الرائي، وما بتحكي إلا باسم لبنان. صح. أنت وسام على صدر الإعلام اللبناني. تسلم، شكرا، أنت أصيل غسان وبتحكي بأصلك. بعد تسلم. مرة أهلا وسهلا، وإن شاء الله بتسلم، وإن شاء الله خاتمة أحزان الجميع يا رب. وأنت كمان، إلى لقاء قريب بإذن الله. بإذن الله، أهلا وسهلا. نحن رح نسمع أغنية موري بصوت الفنان غسان سالم. La 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 la
نسهر بالليالي الحلوين الحلوين كانت تمشي وخسرة يغوي والدنيا سهراني وهي تمين والأحبة يغنوا مواويل كنا نشوفها وما نعرف شو اسمها وكل الجيري تتفرج عكسمها وشعرها الأشقر يتمايل ويطير وعرفنا اسمك شي حلو كتير موري 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 رد علينا موري الجيري عم بتغني على طول شكراً الفنان غسان سالم على هالأداء الرائع Professional as always, Mori Mori. Radio Stars. مرة شفتها وحدة عم تتمشى قلت لها موري تعين تعشى قالت لي وشها كان عم يضحك لي لاقيني الساعة تسعة عالبكلي ليلي جينا نسهر من عشي سألنا عن موري وينا مخفي سمعنا الأصحاب يحكوا ويقولوا جوازت من شي أربع ساعات موري 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 رد علينا موري جيري عم بتغني على طول موري 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 داخلك يا موري أجمل نظرة وأجمل شعر وطول أكيد رح نقرأ تعليقاتكم بعد شوي ورح أحكي أنا وزميل الإذاعي صقر البعيني ومن بعد منختم لقائنا سوا هالحلقة الخاصة In Memory of Sammy Clark In Memory of the Legend Singer Sammy Clark Indeed قديه جميل صوت غسان سالم صقر هو عم بيأدي هالأغنية يلي هالأغنية ما بتموت موري موري للفنان الراحل أنا سمع له أغاني من ألحان الراحل الكبير الياس الرحباني صحيح رائع جداً هلأ أكيد أستاذ الياس رح يلحن وأستاذ سامي رح يغني بالسما هني موجودين سوا بمكان جميل كتير رح يلحن ورح يغني ورح يقدموا أغاني نحن يمكن ما رح نسمعها إلا لننضم لإلون صار قدي صعب نقول بالوقت الحاضر الفنان الراحل يلي تعودنا دايما نشوفه عبر التلفزيونات مقابلات تلفزيونية والإذاعات ونسمع أغاني يعني قدي صعب نقول هالكلمة صحيح صحيح للأسف يعني بتحس بحرقة كبيرة إنه فنان عظيم لهالدرجة هيدي لبناني ما قدرنا نحن نقدر وجوده عنا كنز اسمه سامي كلارك صحيح وصعب كتير أي فنان والفنان الراحل فنان ما تقولي كتير صعب الكلمة ولكن مثل ما تفضلت كمان إنه هن خالدين موجودين بيناتنا ما رحلوا أبدا ذكراهم موجودة رحلوا بالجسد فقط ولكن ذكراهم وأعمالهم رح تضل الأجيال القادمة مثل ما هلأ أستاذ غسان سالم تحية كبيرة لإله إنه رح يجدد أغاني لسامي كلارك راحل الكبير كمان مثل ما عمل سدي للراحل ياسر الرحباني نتأمل لما تشوفي عندك فنانين عم بيقدروا الكبار والعظماء منلاقي إنه الفن بعده بألف خير رح يضلوا بألف خير إن شاء الله بوجود
أشخاص مثل الأستاذ غسان سالم، مثل الأستاذ لبتي براس كمان تحية كبير لإله، أستاذ عبدو منذر وغيرهم وغيرهم من اللي بيقدروا الأعمال الفنية الخالدة والأشخاص الخالدين من أمثال الراحل سامي كلارك. خاصة يعني عم نذكر أسماء مهمة وتحديداً بيتي فرانس من زمن الجميل، يعني نحن كبرنا على أغاني كمان المايسترو أستاذ عبدو منذر وغسان سالم ذات الشي. هالأشخاص هن قيمة مضافة للفن اللبناني والعربي بذات الوقت. صحيح 100%. حتى العالمي لما قال أستاذ غسان سالم أنه ربح بألمانيا جايزة الأولى عن غنية موري موري، يعني هذا إنجاز عربي صح عالمي صح نشتغل فيه كلبنانية. أكيد. من الأغاني سامي كلارك أيها المفضلة عندك صقر؟ كنت أسألك زيت السؤال. أنا بتبقى بتتذكر المفضلة عندي. تتذكري عندي غنية قومي تنرقص يا صبية. نعم بحبها كتير لأنه بتحسسني فرح وبهجة وهيك. وأغاني غنيها موري موري كمان حلو كتير بصوته وإحساسه بيعجبني، يعني جد بحس عم بسمع كيف خوليو إغليسياس بالعالم عنا نحن سامي كلارك. عنا أهم هو سامي كلارك يلي عالميا معروف واسمه انتشر بكل أنحاء العالم. خلينا نسمع هالأغنية، من بعدها بنسمع أمي تنرقص يا صبية. أوكي. قلبنا حزين بتقول باتينا خرات فعلا. ليفومي الكونيان ثانك يو ستيسي اند صقر بعيني اند غسان سالم ان ميموري اوف ليجند سينجر سامي كلارك. ولا هلا صرتي معه هيدي وجبه الاعلاميه ولا شكر على واجبه. كل الدنيا صارت إلو. Thank you Stacy and صقر وكل ضيوفك يلي شاركوا اليوم بميموري اوف ليجند سينجر سامي كلارك. يعطيكم العافية والله يعطيكم عمر طويل. يما نسيت الماضي اللي كان تتذكري تتذكري ولا صرنا خلف النسيان. سمعنا سوا أغنية تتذكري من الفنان الراحل سامي كلارك. برجع بعيد موجود بالروح وبفنه بصوته الجميل الأوبرا الرائع. رح نختم لقائنا أنا وصقر بأغنية قومي تنرقص يا صبية، ولكن أكيد رح أشكر مشاركتك معي اليوم صقر بعيني. شكرا لأنه شاركت هالحلقة خاصة إلى روح الفنان ليجند سامي كلارك. على أمل نرجع نكون عمنا لقاءات أخرى. صقر رح يطلع عليكم قريبا ببرنامجه لولا الماضي، أكيد رح تعرفوا عن تفاصيله. إذا عندك أي كلمة أخيرة للمشاهدين والمستمعين تفضل صقر. أنا أول شيء بحب أتشكرك ستيسي إنك أعطيتيني هالفرصة إني شارك بتكريم شخص أنا كتير بحبه، بحس حالي عملت شيء كتير حلو ونقطة حلوة بحياتي الإعلامية. بتشكرك، بتشكر كل المستمعين والمشاهدين لإذاعة راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية. بتمنى أو بوعدهم إنه برنامج رح يكون مميز إن شاء الله، بنعلن عنه قريبا لولا الماضي بفقراته الحلوة والشيقة جدا. كمان رح يكون من روحية تكريم سامي كلارك، هو برنامج لتكريم العظماء والمخضرمين.
تكريم الفن بشكل عام بكافة أنواعه. صح، شكرا بعد مرة للزميل الإذاعي صقر لبعيني. نحن عم نسمع أغنية تقومي تنرقص يا صبي، يلي بهالأغنية أنا رح أختم لقائي، رح أرجع أكون معكم بكرة ساعة 11 صبح بتوقيت لوس أنجلوس، 9 المساء بتوقيت بيروت، و8 المساء بتوقيت أوروبا. بعد البرنامج رح تشوفوا وتسمعوا الإعلان مين هي ضيفتي بحلقة نجوم كافيه لبكرة. تعزينا الحارة لكل الشعب اللبناني والشعب العربي، وأكيد تعازينا الحارة لست شيلة، لسامي جونيور ولا ساندرا. والله يرحمك سامي كلارك. راديو ستارز. الواحد ونص قلبي طاير فيكي وعم بيغص، قومي قومي نرقص عالواحد ونص قلبي طاير فيكي وعم بيغص، شعرك الطويل عخصك جميل. خلينا نلعب كرة، خلينا نلعب كرة، نرقص ونغني يا صبي، قومي تنرقص يا صبي، نلعب بكرة خلينا نلعب بكرة، نرقص ونغني يا صبي. راديو ستارز from Los Angeles, California. راديو ستارز، راديو ستارز، إذاعة النجوم اللبنانية. راديو ستارز، راديو ستارز، إذاعة النجوم اللبنانية. راديو ستارز.